السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني وأخواتي المشاهدين في قناة عالم السماعات. السماعة اللي معنا اليوم من شركة كيزي موديل DQ6، واحدة من السماعات النادرة بتوليفة درايفرات أول مرة أجربها، وهي 3 دايناميك درايفر لكل سماعة. بحثت عن السماعات اللي لها نفس التوليفة، تفاجأت أنه ما فيه إلا 5 سماعات فقط في العالم. قبل أبتدي الريفيو أحب أشكر جميع مشتركي القناة على دعمهم وتفاعلهم، إن شاء الله أن يكون عند حسن ظنكم، وأخص بالذكر الأخ لايت أب، حقيقة يعجز لساني عن شكره. أسعدني وجوده في القناة وتفاعله مع الفيديوهات، لك كل التحية أخوي، وأتمنى تقبل هالسماعة هدية بسيطة ولا هي قدرك، تستاهل أكثر منها. بسم الله نبدأ معكم بعرض علبة السماعة. هذا شكل السماعة، لوجو الشركة، ومن الخلف تفاصيل التقنية لها، وهي كالتالي: وزن السماعة 30 جرام، البلاك 3.5، الكونكتر 2 بن من نوع 0.78 ملي، وهو المعتمد عند شركة كيزي. استجابة السماعة للترددات من 20 هيرتز إلى 40,000 هيرتز. مقاومتها 24 أوم. حساسية السماعة 112 دي بي. بسم الله نفتح العلبة. ملحقات السماعة. جاي معها كيبل وثلاث مقاسات اير تيبس. الكيبل مثل ما تشوفون 4 كور، وهذا شكل الكونكتر. السماعة تحتوي على 3 درايفرات، تقدر تشوفها من خلال الجهة الداخلية من صدفة السماعة. تفاصيل الدرايفرات كالتالي: درايفر واحد 10 ملي، والدرايفرين الثانية 6 ملي كلهم. تقييمي للسماعة ورأيي فيها: الإيميجينج جيد جدا كتحديد الاتجاه، وبالنسبة لتحديد البعد والقرب جيد. الساوند ستيج كبير كعمق، والارتفاع متوسط. الريزولوشن جيد جدا، السيبريشن ممتاز جدا، المايكرو ديتيلز رائعة خاصة في منطقة التريبل، الراحة عند استخدام السماعة متوسطة، الكيبل لا بأس فيه، ثبات الكونكتر المتصل مع السماعة ممتاز جدا. تصميم صدفة السماعة من الداخل ممكن ما يناسب البعض. الاير تيبس المرفقة معها غير قابلة للاستخدام بالنسبة لي، واضطريت اني اغيرها بفاينل اير تيبس تايب اي، وايضا استخدمت ميموري فوم اير تيبس. في جميع الريفيوات اللي سويتها احاول اني ما استخدم اير تيبس غير اللي تجي مرفقة في العلبة مع السماعة، علشان لا يتأثر صوت السماعة فيها ويأثر على تقييمي لها. لكن في السماعة هذه اضطريت اني اغيرها، وحبيت اوضح هالشي لكم. ننتقل تقييم الصوت. التوقيع الصوتي للسماعة U-shaped مثل ما تشوفون في صورة قراءة الترددات. البيس جميل جدا، طبيعي ومتوازن وواضح بجميع طبقاته اللي هي اللو والميد والأبر بيس. في الأغاني العربية أفضل يكون أعلى بشيء بسيط من الموجود حاليا في السماعة، لكن في الأغاني الأجنبية أعطيه ممتاز. تقييمي للبيس بشكل عام جيد جدا مرتفع. الميدز الفوكالز فيه ممتاز وواضح وطبيعي وبدون حدة، سواء النسائي أو الرجالي، وجميعها متوازنة، ما فيه شيء متقدم على شيء. الجيتار والإلكتريك جيتار صراحة من أجمل السماعات اللي قدرت تتعامل معهم
وراح أوضح لكم مثالين في صندوق الوصف تجدون روابطهم. جميع الأصوات والديتيلز في منطقة الميدز راح تسمعها وبكل أريحية، ما تحتاج تكون مركز، وبالنسبة لي هذه ميزة قليلة جدا أني أحصلها في السماعات. لو رفعت الصوت لمستوى عالي راح تظهر لك حدة بشكل بسيط في بعض أصوات الآلات. تقييمي للميدز بشكل عام جيد جدا مرتفع. التريبل أعطيها 10 من 10 على وضوح المايكرو ديتيلز في التريبل، شيء مبهر صراحة. في منطقة التريبل يدخل صوت الآلة اسمها سينث، تشوفون صورتها الآن ظاهرة لكم. ما هو أي سماعة تقدر تتعامل مع التفاصيل الدقيقة وطبقات الصوت للآلة هذه، لكن هالسماعة تعاملت معها بشكل رائع جدا، وراح أحط لكم مثال في صندوق الوصف. تقييم التريبل بشكل عام ممتاز. المصدر اللي شغلت عليه السماعة هو فيو بي تي آر 5. تقييم السماعة بشكل عام ممتازة بجميع المقاييس، سواء سعر أو جودة صوت، وأيضا جودة التصنيع تعتبر جيدة جدا. يوجد بعض الملاحظات لكن تعتبر مقبولة. أي مستخدم للسماعات يعرف أنه ما في سماعة كاملة، لابد يكون في شيء ناقص، وهذا شيء طبيعي في عالم السماعات. السماعة أنصح باقتنائها، وشخصيا راح أشتري نسخة ثانية منها وأضمها لمجموعتي. وفي الختام أتمنى أكون قدمت محتوى يحوز على رضاكم واستحسانكم، وإلى لقاء في ريفيو آخر إن شاء الله. تقبلوا خالص التحية، أخوكم نايف.